رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يسدي وسام مصف الاستحقاق الوطني للفنان المصري الراحل محمد فوزي ملحن النشيد الوطني. سهل يجدد التأكيد من تونس على موقف الجزائر الداعم للحوار السياسي الليبي، ودول الجوار تتفق على عقد الاجتماع القادم بالجزائر. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد من تندوف مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الصارم لبرامج التحضير القتالي. وزير العدل يعلن إصدار 226 أمرا بالقبض الدولي تخص أشخاصا متهمين بالالتحاق بالجماعات الإرهابية في مناطق النزاع. الندوة الوطنية للمقاولاتية تفتح آفاقا واسعة للتشغيل والتكوين. وبرامج لدعم المنتج الوطني في معرض مواد البناء. خدمات هامة ومزايا يوفرها القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1. ومشروع خط السكة الحديدية السريع ودتليلة تلمسان ونموذج العصرنة والحداثة. تحية لكم والسلام عليكم. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى تولي المرحوم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد من خلال برقية جاء فيها: يسرني غاية السرور ودولة قطر تحتفل بذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني تغمده الله برحمته الواسعة مقاليد الحكم في البلاد. يسرني أن أتوجه إلى سموكم وإلى أفراد أسرتكم الكرام وكافة أبناء الشعب القطري الشقيق باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بحر التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يمن عليكم بالخير والبركات وبموفور الصحة والهناء، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى بتحقيق كل تطلعات الشعب القطري الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة. وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا أمير دولة قطر: ولا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة أن أنوه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية القطرية في كافة الميادين، مما يجعلنا نطمح إلى العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يجسد طموحات شعبينا وتطلعاتهما. وأردف الرئيس بوتفليقة يقول: أؤكد لكم أن العلاقات الأخوية ووشائج القرب التي تجمع بلدينا كفيلة بأن تتيح تعاونا متناميا بيننا وتزيد علاقاتنا متانة وقوة. وإذ أجدد لكم تهاني الحارة، يقول السيد الرئيس: أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يبقيكم ذخرا للشعب القطري وأمتين العربية والإسلامية. وبالمناسبة نفسها، نأى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني في رسالة جاء فيها: يطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، راجيا من الله عز وجل أن يديم عليكم وفور الصحة والهناء وأن يوفق الشعب القطري الشقيق في تحقيق المزيد من الرقي والازدهار. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: ولا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة أن أعرب لكم مجددا عن حرصنا الثابت على تدعيم وترقية علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا في جميع المجالات، بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الجزائري والقطري. وبمناسبة الذكرى 59 لإعلان جمهورية النيجر، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ نظيره النيجيري مامادو إيسوفو، مؤكدا حرصه على توحيد الجهود في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربا عن ارتياحه لجودة علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين. تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح
أشرف بأوبرا الجزائر بوعلام بسي على مراسم منح الفنان المصري الراحل محمد فوزي ملحن النشيد الوطني وسام مصف للاستحقاق الوطني. الحفل حضره وزير الثقافة عز الدين مهوبي وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وطنية وحفيد الفنان المصري وعائلة شاعر الثورة التحريرية المجيدة مفتي زكريا. عن التلفزيون هشام أكلي. لحن قوي قوة سواعد رجال الثورة لحنه الفنان الراحل محمد فوزي، وها هو وسام موشح بالألوان الوطنية لملحن أعز نشيد وطني مستهله قسما. الراحل محمد فوزي نال بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وسام الاستحقاق الوطني، وصار المعهد العالي للموسيقى يحمل اسمه. قرر فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صدر مصف الاستحقاق الوطني إسداء وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عهيد للفنان الكبير الراحل محمد فوزي، وإن فخامة الرئيس إذ يمنح هذا الوسام للفنان المبدع محمد فوزي وإطلاق اسمه على المعهد الوطني العالي للموسيقى، فإنه يؤكد على رسوخ قيم الوفاء والعرفان لدى الجزائر شعبا وحكومة، لكل من وقف مع الجزائر إبان ثورتها التحريرية الكبرى. إن تسمية هذا الصرح الموسيقي باسم الفنان الراحل محمد فوزي من قبل فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليعزز من مشاعر التلاحم وقيم الأخوة بين الجزائر ومصر، ويحرك في الناشئة مشاعر الوفاء والإخلاص، ويؤكد رسوخ وعلاقة العلاقات الفنية والثقافية بين البلدين. فاختيار قادة الثورة التحريرية المباركة اسم فوزي لتلحين قصيدة الشاعر العظيم مفدي زكريا لتكون السلام الوطني والنشيد الرسمي يؤكد على الدور الكبير الذي أولته الثورة للفن والثقافة. أترحم باسم أسرة مفدي زكريا على روح محمد فوزي الحاضرة معنا اليوم حساً ومعنى، وأعبر عن أخلص مشاعر عرفاننا له ولأسرته. محمد فوزي له معزة وتقدير خاص من الجزائريين، فتلحينه للنشيد الوطني الجزائري يرادف رمزاً من رموز سيادتنا. نشيد قسماً حماسي جداً ويعني في زي ما كان سيادة الوزير بيقول بيهيج المشاعر، طبعا كلماتا في الأساس بس ولحنا، بس ده برضو ورانا جانب تاني من محمد فوزي يمكن ناس كتير ما كانتش تعرفه. انا بتوجه بالشكر طبعا لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لان هو يعني يكن الوفاء لمحمد فوزي وطبعا للشعب الجزائري كله، وان شاء الله وبإذن الله يفضل علاقة ما بين مصر والجزائر أبدية ويدوم الحب والود. جئنا أيها السادة لنعبر لكم عن امتنان الوسط الثقافي والفني والإعلامي في مصر لهذه المبادرة الطيبة التي تفضل بها فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بمنح وسام الاستحقاق لاسم المرحوم والفنان الموسيقار محمد فوزي. الحفل عرف عرض لشريط بعنوان قصة النشيد الوطني الجزائري، وحفل فني بمشاركة عدد من الفنانين بقيادة المايسترو كمال معضي. في التعاون الجزائري السعودي، حل اليوم بالجزائر رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في زيارة تدوم 4 أيام. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. هي زيارة طبيعية جدا أن يكون بين لقاءات، لأن اللقاء المباشر تتضح فيه الصور والحاجة إلى التعاون، مجالات التعاون التي يحتاجها الجميع، وفي نفس الوقت تجديد العهد بالزملاء في البرلمان بين زملائهم في المملكة وزملائهم الذين يعني يتوقون إلى زيارة هذه البلاد
المباركة الأرض الطيبة التي روى أبنائها ترابها وسهلها ووعرها في دماء الزكية التي حررت هذه البلاد. الوقت الآن وقت صعب جدا في سائر العالم، يعني ليس فقط في عالم العربي ولا في العالم الإسلامي، هي بشكل عام في الدول كلها فيها صعوبة في متغيرات، والأمور يعني ليست كالسابق. إذا لم يكن هناك لقاءات مكثفة وتعاون لن نستطيع أن نتغلب على هذه العقبات، وأرجو إن شاء الله أن يكون لقاء مبارك. شكرا جزيلا. وفي التعاون الجزائري القطري تباحث اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي حل اليوم بالجزائر في زيارة عمل. تحدثنا في اجتماعنا هذا عن المواضيع التي تخص الشأن الثنائي، خصوصا تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا في كافة القطاعات. أولا في القطاع الصناعي، هناك سنشهد عن قريب الافتتاح الرسمي بإذن الله لمصنع بلارة للحديد والصلب، وهو مشروع شراكة قطرية جزائرية. كذلك تحدثنا عن تطوير الشراكة الثنائية بيننا في قطاع الزراعة وفي قطاع السياحة، ونتطلع أن يكون هناك إسهام لرجال الأعمال الجزائريين وشراكة مع رجال الأعمال القطريين للمزيد من الأعمال، سواء كان في دولة قطر وفي الجزائر. ورجال الأعمال الجزائريين مرحب بهم للاستثمار في دولة قطر وللتعاون مع شركاء قطريين. كذلك نظرنا إلى إمكانيات تعزيز التعاون الثلاثي بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة في دول أخرى، وخصوصا في القارة الأفريقية، لما تطلع به الجمهورية الجزائرية الشقيقة من خبرات في مجالات كثيرة في هذه القارة. وتناولنا الشأن الإقليمي بالطبع، حيث تم الحديث عن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها باعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لفلسطين، وأكدنا على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمنا الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته بإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تناولنا أيضا الشأن الليبي وآخر التطورات في الشأن الليبي، واطلعنا على نتائج الاجتماع الأخير لدول الجوار الذي قام به أخي معالي السيد عبد القادر في جمهورية تونس الشقيقة، ونرحب بالبيان الذي أصدرته دول الجوار باستمرار العمل بالاتفاق السياسي ومخرجات هذا الاتفاق السياسي من مكونات، سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة أو مجلس النواب. ودولة قطر تؤكد دعمها الكامل لهذا الاتفاق ولمخرجاته. بتونس استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إلى جانب الوزراء المشاركين في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا المنعقد أمس، واستقبل من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. مساهل نقل التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لنظيره التونسي، والذي حمله بدور حمل مساهل تحياته إلى رئيس الجمهورية. كما استعرض مساهل بالمناسبة أهم ما حمله الاجتماع، حيث جدد موقف الجزائر لتسوية الأزمة في ليبيا، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى الحل السياسي الليبي بعيدا عن التدخل الأجنبي. كان الشرف باللقاء بفخامة الرئيس باجي قايد السبسي، وكالعادة قدمنا له يعني عرضا على اجتماع الرابع للثلاثية أمس، وقدمنا له كذلك نتائج هذا الاجتماع، واستفدنا حقيقة من تحاليله، واستفدنا كذلك من توجيهاته، وهذا يعني داخل في إطار التشاور المستمر بين قيادة كل بلدات الجزائر وتونس ومصر. الاجتماع كان مفيد جدا، ونبقى باتصال مع إخواننا الليبيين حتى يعني نفعل حقيقة ما جاء في هذا البيان. وكانت رسالة كذلك البيان للرأي العام الليبي وللرأي العام الدولي باهتمامنا يعني بإعادة استقرار في ليبيا، لأن استقرار ليبيا
يهمنا كثير، واستقرار ليبيا هو استقرار كل بلداننا واستقرار كذلك دول الساحل. المتابعة كانت لهدى روابح التي رصدت لنا أيضا سلسلة اللقاءات التي أجراها عبد القادر بساهل، حيث تحدث مع نظيره التونسي خميس الجيناوي، وهو اللقاء التشاوري الذي استعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين العام القادم إلى جانب الوضع الإقليمي والدولي، خاصة ما خلص إليه الاجتماع الثلاثي حول ليبيا. اجتمعنا اليوم في الدورة الرابعة للجنة التشاور السياسي ما بين الجزائر وتونس، وهذه كانت لنا فرصة يعني لتبادل الآراء والتحاليل والمعلومات كذلك حول أولا ما يجري حولنا. والحمد لله اجتمعنا أمس يعني الثلاثية، كانت اجتماع جد هام بالنسبة لبلداننا وكذلك بالنسبة إلى عودة الاستقرار. نتمنى أن تعيش ليبيا في المراحل المقبلة عودة الاستقرار والسلم في هذا البلد الشقيق. في إطار لجنة التشاور السياسي التونسية الجزائرية كانت مناسبة، أولا نظرنا في تطور علاقاتنا الثنائية وعلاقاتنا متميزة، هناك حركية كبيرة بين تونس والجزائر ولا يمر أسبوع تقريبا بدون زيارات سواء في الجزائر أو في تونس، وطموحنا بطبيعة الحال هو تعزيز ما يجري حاليا ولكن أيضا استكشاف سبل جديدة لتطوير هذا التعاون لمصلحة الشعبين الشقيقين. إلى ذلك عبد القادر مساهل تحدث مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، حيث تطرق الطرفان إلى الوضع في ليبيا وجهود الجزائر بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في هذا البلد الجار والشقيق. هذا وكانت أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا قد توجت ببيان ختامي جدد خلاله المشاركون دعمهم للاتفاق السياسي الليبي. هدى الوبح. رؤية الجزائر لدعم الحوار في ليبيا شكلت فحوى اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي عبر عن شكره العميق لجهود الجزائر في حل الأزمة الليبية. مساهل تطرق بالمناسبة إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع دول الجوار الثلاث الجزائر تونس ومصر، مؤكدا دعم مسار تسوية الأزمة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ضمن المسار الأممي، مسار يدعم السلم تضمنه البيان الختامي لاجتماع دول الجوار الذي دعا إلى مواصلة التشاور المنتظم بين الدول الجارة، هذا مع دعوة كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق مع رفض أي تدخل خارجي في ليبيا وكل أشكال التصعيد الداخلي، ليتم في آخر البيان الإعلان عن عقد الاجتماع القادم الذي سيكون بالجزائر. وفي لقاء مع ممثلي أفراد الجالية الوطنية المقيمة بتونس، أبرز مساهل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها الوزير الأول في 7 ديسمبر بفرنسا، الخاصة بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الجزائر. مساهل دعا بالمناسبة أفراد الجالية للاستفادة من هذه الإجراءات والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. الاتصال اليومي ما بين القنصلية والمواطن وبين المواطن والقنصلية، يعني واحد يعتبر باللي فيه إدارة موجودة وفيه قنصلية موجودة، ودورها ودورنا كلنا هي حماية المواطن في الخارج. هذه من أهمية ومهمات كل وما يتعلق بالعلاقات الخارجية. شرع اليوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صلاح في زيارة عمل وتفتيش للناحيات العسكرية الثالثة ببشار، استهلها من القطاع العملياتي جنوب تندوف. فبعد مراسم الاستقبال رفقة اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية، أشرف السيد الفريق على مراسم تسمية القطاع العملياتي جنوب تندوف باسم الشهيد بن عيسى قادر مولاي أحمد، وهذا بحضور عائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.
وأقول الفريق أحمد قايد صالح التقى بعدها قيادة وأركان القطاع، حيث ذكر بالرعاية السامية والخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة للجيش الوطني الشعبي من حيث الاحترافية والتجهيز والتكوين والتحضير. أحمد أمين دريدي. الزيارة استهلت في يومها الأول من القطاع العملياتي جنوب تندوف، حيث أشرف السيد الفريق على مراسم تسمية مقر القطاع العملياتي جنوب تندوف باسم الشهيد بن عيسى قادر مولاي أحمد، وهذا بحضور أفراد من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم بالمناسبة. بعدها التقى السيد الفريق بقيادة وأركان القطاع، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية أشار فيها إلى الحرص الشديد الذي يوليه للتفقد وبصفة دورية مختلف الوحدات عبر كامل التراب الوطني. قد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة، وأنتم تعلمون ذلك بفضل الرعاية السامية والخاصة التي يوليها الفخامة سيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني للجيش الوطني الشعبي. وأنا ندرك جيدا بارتياح شديد أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا، تمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا. السيد الفريق أكد أن أفراد الجيش الوطني الشعبي سيظلون دوما الحصن المنيع الضامن لأمن الجزائر وشعبها من خلال تكفلهم بالمهام المخولة إليهم بكل عزيمة وإصرار. وبقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد. فالتحديات متولدة ومتسارعة، والجزائر تستحق من كافة أبنائها بأن يكونوا حصنها المنيع فعلا وليس قولا. تلكم هي المبادئ التي لن نمل، نعم وأكدوا على ذلك، لن نمل من ترسيخ أسسها ومعانيها السامية والنبيلة في عقول أبناء الجيش الوطني الشعبي. وبعد الاستماع إلى عرض شامل قدمه قائد القطاع، أسدى السيد الفريق جملة من التعليمات والتوجيهات تصب جميعها في ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الدقيق والصارم لبرامج التحضير القتالي عبر كافة وحدات القطاع العملياتي. إن ربي سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان على عملته والعمل بالنيات. هذه هم كلها الأساليب، هذه الأساليب مفاتيح التحضير الجيد. أقول التحضير الجيد وصنع النخبة قادرة على الوقوف في وجه مختلف التحديات. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى ها بابا نفسه صباح اليوم للسلطات الأمنية بأضرار وكان بحوزته أسلحة وذخيرة. الإرهابي كان قد التحق بجماعات الإرهابية سنة 2012. في الحياة البرلمانية، صادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلوح ووزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة. عن التلفزيون لدياب البحري. المصادقة على نصي القانونين يندرج ضمن التعديلات الجديدة التي أدخلت على الدستور، حيث سيسمح القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة بتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبادئ السياسة العقابية القائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي. أما بالنسبة لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، جاء تجسيدا لتكييف المنظومة التشريعية في هذا الجزء مع العقوبات البديلة وتغيير السياسة العقابية. السلاح الأول الذي تستعمله السلطة القضائية
يمكنها من تكريس هذه الإصلاحات عملا وتطبيقا هي الترسانة القانونية وتكييف الترسانة القانونية أي المنظومة التشريعية للبلاد. رئيس المجلس الشعبي الوطني اعتبر أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة تعزز لإرساء قواعد قانونية لبناء دولة قوية. تبلور الإصلاح من خلال أعمال بالغة الأهمية بإدخال تدابير جوهرية على المنظومة القانونية الجزائرية، وكلها كانت لفائدة المواطن الجزائري، كما تعكس البرنامج الكامل لإصلاح العدالة ويعجل بإرساء أركان دولة الحق والقانون. قطاع العدالة ومنذ تعديل الدستوري الأخير تدعم بخمسة قوانين، كما يتم التحضير لمشاريع قوانين جديدة أخرى تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحق الوصول إلى المعلومة والإحصائيات. هذا وأعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أعلن إصدار 226 أمرا بالقبض دوليا تخص أشخاص متهمين بالالتحاق بالجماعات الإرهابية. حاليا عندنا 226 شاب منهم 21 أجنبي، صدرت أوامر قبض ضدهم، معناه سون إيدنتيفي عندنا في قضايا في العدالة وفيهم أوامر قبض دولية ضدهم. هذا هو العدد الرسمي الذي لدينا ومتابعون 226 أمر بالقبض صادر ضده، قرائن كلها لأن فيه متابعة وفيه أمر بالقبض أنهم موجودون في هذه الأماكن، أماكن النزاع التي ذكرتها، وقد يكونوا التحقوا بهذه الجماعات الإرهابية على رأسها المنظمة الإرهابية داعش. المتابعة كانت ليديا بالبحري. بحث اليوم وزير الطاقة مصطفى قيطوني مع وفد برلماني من السويد سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين في عديد القطاعات الدبلوماسية بروح العمل البرلماني وثائقي لسمية علوي يعرض إنجازات الدبلوماسية النيابية خلال 40 عاما. يأتيكم هذه السهرة عقب النشرة، هذه النشرة على الجزائرية الثالثة. تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية أشرف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وهذا بحضور عدد من الوزراء والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد. المتابعة لرزيق جليل. تعدادهم فاق 700 مشارك، بينهم مقاولون وأصحاب مؤسسات ناشئة أو حتى متربصون وجامعيون حاملو مشاريع. الجميع جاءوا ليبحثوا عن أفاق أوسع لتجسيد أفكارهم وتحقيق طموحاتهم. نحب نعرف كيفاش ماناجر il acquérir les compétences essentielles les mine vraiment باش يكون vraiment un bon manager pour bien gérer. En plus انا en tant qu'étudiante mais en même temps je compte vraiment créer mon entreprise. Donc هذا هو الحاجه اللي خلاتني نجي لهنا. On a vraiment consacré cette journée pour un but précis, c'est d'apprendre à entreprendre. هذه الندوه اولا نبداو بالفكره، كيفاش من الفكره يلحق حتى ياسس الشركه. دونك الفكره ومن بعد التاسيس ومن بعد الشباب كياسس الشركه تاعو.
دي فوا ما عندهمش كيفاش، ما كاينش شكون ينصحهم كيفاش يسيروها، كيفاش يحسنوا التسيير، دونك نعاونوهم حتى في التسيير. هي ندوة إذن جاءت لدفع روح المقاولاتية ومساعدة الشباب على الاندماج في عالم الشغل الذي سجل هذه السنة مؤشرات إيجابية في ظل مختلف آليات الدعم التي سخرتها الدولة. 85% من خريجي قطاع التكوين المهني يعني ما يقعدوش أكثر من 6 شهور ويصيبوا عمل اللي مسجلين في لانام. هاد 10 أشهر الأولى من سنة 2017 64% من حامل المشاريع هما من التكوين المهني. لو كان زيدوا لهم يعني تاع يعني التعليم العالي راه قريب 90% ولا اكثر. هاد حوالي اكثر من نصف مليون شاب خلق مؤسسه مصغره. 83% من طالبي التشغيل من حاملي شهادات التكوين المهني يلقاو عمل في اقل من 6 اشهر، وكذلك مشاركة ومساهمة قطاع التكوين تاع المهنيين في إنشاء المؤسسات الاقتصادية هو كذلك يعني شيء موجود وواضح. هذا وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي عن تمديد آجال إيداع ملفات الاستفادة من إعادة جدولة الديون لأصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى غاية جوان 2018. من حاملي أفكار إلى أصحاب مشاريع، فنماذج يحتذى بها في المقاولاتية. يسلط الضوء حمزة أحمد بالقسام في إطار هذه الندوة الوطنية على بعض النماذج. ورشات ولقاءات حوارية جمعت بين شباب سواء مقاولون أو طلبة، فمنهم من جسد مشروعه ومنهم من يحمل أفكارا يريد تجسيدها على أرض الواقع. عندي ان برودوي ان بروجي راني حاب نديرو، راني حاب نشوفو يتغياليزا. راني حاب يكون عندي شويه دو فان كما نقولو ان اكسبيرتيز، نشوف كيف هو واحد يقدر يديرها ولا ندي من الاكسبيرونس تاع الاخرين نسي نشوف واش تعلموا ولا وشنو هي لي كونساي اللي يقدروا يمدوهم لي. تكون عندي اون ايدي كيفاه نكري اون انتربريز، كيفاه ندير مون بروبر بيزنس pour évaluer pour le gestionner tout ça. جيت باش نسمع المؤطرين اللي ما بخلوش علينا بكامل المعلومات اللي يعرفوها في هذا المجال. كانوا عندهم بوكو دو كونساي وكنا قادرين نقصروا معاهم كشغل اون ديسكوسيون بيرسونيل. سي كيقدروا يبارطاجيو بوكو دو شوز معانا ماشي سو الكادر تاع لونتربريز مي سو الكادر تاع ليكسبيريونس تاعو هو. شباب رفعوا التحدي وأنشأوا مؤسساتهم الخاصة، واليوم أتيحت لهم الفرصة لعرض خبراتهم. المسار تاعي كان يعيش شويه بصح مزيه، كاين ناس اللي واقفين معنا كيما صحاب لاكنا كيما صحاب البنوك، غير تقول لهم الفكره تاعك يعاونوك باش ينبتوها. جي في دوتر فورماسيون اسما لا كونكليزيون سي كو بريباريت لو باجاج تاعي تاع لي ديبلوم. ابري جي مشي باسي بار لا ديسبوزيتيف دونسيج، جي كريي ما بروبر انتربريز. الدولة هي الأخرى تأخذ على عاتقها مواكبة هؤلاء الشباب سواء بالتمويل أو بالتأطير. إحنا جوستومون رانا نوجهوهم المجالات اللي يقدروا يلقاو بها خدمة، ولا يقدروا ينشئوا مؤسسة صغيرة اللي يقدروا كما يقول لك تساهمهم في كما يقول لك بو تروفي سيتياسيون سوسيو بروفيسيونيل. هذا ويعد مناخ الاستثمار جد مناسب لكل الشباب لتجسيد أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع. ومقاول ليست صفة وإنما ثمرة من ثمار الاستثمار، فمن بين المستثمرين الذين نجحوا في إطلاق مشاريعهم الشاب محمد الأمين الذي استطاع في ظرف قياسي إنشاء مؤسسة لإنتاج البلاستيك، إذ يطمح إلى توسيع مشروعه والتصدير نحو الخارج. لما لا تقول نسيم يعقوبي؟ بمعدل إنتاج يفوق 1000 طن سنويا تعمل هذه المؤسسة المصغرة ومنذ إنشائها عام 2011 على تطوير منتجاتها في مجال تحويل البلاستيك وتأخذ مكانة في السوق المحلية، ليتعدى الطموح تغطية الحاجيات الوطنية إلى آفاق التصدير. يعني اليوم رانا ننجدو PVC اون غرانولي سوبل إيريجيت. يعني هذه المادة PVC سوبل هي مادة تستعمل لصناعة لاسومال تاع الأحذية، يعني الكابل لي جوان لي تويو داروزاج. واليوم رانا نقومو أيضا بصناعة PVC ريجيد اون غرانولي. يعني هذه المادة احنا يعني هي المؤسسة الأولى في الجزائر اللي راهي تصنع هذه المادة،
هي مادة كانت تستورد يعني لحد الآن، اليوم رانا نقوم بصناعتها وتوفيرها يعني في السوق المحلية. 14 عاملا تم تكوينهم وتوظيفهم بهذه المؤسسة في انتظار توسيعها لتشمل عددا آخر من الشباب البطال. بعد ما أني كنت بطال شغل عطات لنا فرصة وقمنا بتكوين، كما أنا درت تكوين تاع تريسيتي ماشين والحمد لله. وإن شاء الله شوف الشباب هذول البطالين إن شاء الله يسيبوا خدمة كما أنا دخلت، حوسوا إن شاء الله يجوا لهنا ويتكلوا على ربي ويسيبوا خدمة شركة محتاجة خدامين إن شاء الله. محمد الأمين نموذج استثماري ناجح في ميدان تحويل البلاستيك الذي يعد مجالا حيويا قلما يستقطب العديد من أقرانه. وإنتاج المواد الموجهة للبناء من بين المجالات المستقطبة لاهتمامات شباب الراغب في الاستثمار. في هذا الصدد أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أشرف على افتتاح فعاليات صالون الإنتاج الوطني لمواد البناء من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات ووزارة السكن بمشاركة نحو 70 مؤسسة. يأتي هذا الصالون ضمن برنامج تشكيل خريطة وطنية لقطاع البناء تضم كل المشاريع الترقوية. التفاصيل مع رامي عامر. إنجاز 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2019 مشروع يتطلب قدرا هاما من مواد البناء وقدرات الإنجاز حسب وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار. وعليه حث الوزير المتعاملين العموميين والخواص على تجنيد كل قدراتهم الإنتاجية ومضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت وبصفة رسمية وحصرية استعمال مواد محلية، وكاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في دفاتر الشروط. إن الاحتياجات خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى 2019 تقدر على حساب الموارد على الأقل 3 ملايين طن من الحديد، 30 مليون طن من الإسمنت، 30 مليون طن من الأجر بريك، 110 ملايين متر مربع من البلاط روفيت موتسول، 50 مليون متر مربع من الخزف روفيت موميرال. لنبني وطنيا هو الشعار الذي يرفعه هذا المعرض بعد أن صارت الجزائر تتمتع بقاعدة مؤسساتية صناعية وإنتاجية هامة. Je cite en premier lieu l'industrie du ciment qui a réussi non seulement à satisfaire la totalité des besoins du secteur de la construction aujourd'hui en matière de ciment gris avec une production de plus de 22 millions de tonnes en 2016 et des prévisions de dépasser les 25 millions de tonnes cette année. روح التنافسية هي العنصر المحوري في هذه المعادلة، إذ تتطلب إثبات التموقع في سوق تنال اهتمام الشركات الأجنبية. Nous devons saisir l'opportunité de la présence de tous les acteurs. Le cadre législatif et réglementaire qui encourage la production nationale de biens et de services existe. C'est la preuve que la volonté politique est bien là. ويهدف الصالون إلى رسم خارطة وطنية مرجعية لمؤسسات الإنتاج والإنجاز في قطاع السكن لتجسيد المشاريع السكنية بقدرات وطنية. ومن جهود دعم إطلاق المشاريع السكنية إلى جهود أخرى داعمة للابتكار، فبعد إطلاقه منذ أسبوع من المرتقب أن يدخل القمر الصناعي الجزائري الكومسات واحد بمزايا عدة في مجال الاتصالات الفضائية، حيث سيعزز المنظومة الاتصالية بالجزائر ويمكن من التنافس والتموقع في سوق الاتصالات وطنيا وإقليميا. عن كثب تطلعنا صبرين سالم. بعد 6 أشهر من الآن القمر الاصطناعي للاتصالات الكومسات واحد سيدخل حيز الخدمة لتوفير تغطية وطنية وإقليمية شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. قمر بثلاث ركائز أساسية: تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية مع جودة في تدفق النت، مرونة عالية في البث الإذاعي والتلفزي، وضمان لنقل البيانات الرقمية. هذا القمر الصناعي هو اكتساب كبير للجزائر وعنده مزايا عديدة
وتطورات عديدة للوطن حتى للمواطن الجزائري راح يلاحظها تدريجيا. وين مثلا لافيبروبتيك ما تلحقش، مثلا عنده سينيال مش مليح تاع الساتيليت ولا تاع لا تلفزيون، دوك هذا بالقمر الصناعي راح يعطي حل إيميديا مناطق وين الريزو يقول لك مش مليح، بواسطة هذا القمر الصناعي يعطي حلول تكميلية. عملية الاستغلال والتحكم في القمر الاصطناعي سيتكفل بها مهندس الوكالة الفضائية الجزائرية انطلاقا من مركز بوغزول المدية وبوشاوي بالجزائر. الكومسات 1 هو تتويج للبرنامج الفضائي الوطني المسطر عام 2006، سمح بتفعيل 5 أقمار اصطناعية بدءا برصد الأرض وصولا إلى الاتصالات الفضائية اعتمادا على الكفاءات الجزائرية في التركيب والتصنيع. قامت الوكالة بتكوين وإشراك 167 مهندس في إطار المشروع الكومسات 1 و156 دكتور وحامل الماستر بأشهر جامعات الصينية في التخصصات المتعلقة بتكنولوجيات الاتصالات الفضائية. قيمة إضافية تمنحها هذه النظم الفضائية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستقلالية والحد من التبعية في استغلال الفضاء الخارجي. ماذا عن خط السكة الحديدية فائق أسرع؟ في هذا الصدد تعرف أشغال خط السكة الحديدية الرابط بين وادي تليلات وتلمسان على مسافة 132 كيلومترا تقدما كبيرا، وكذلك الشأن بالنسبة للجسر العملاق. التفاصيل مع رابح مدوي. هنا تجري الأشغال في الكيلومترات الأخيرة من المشروع، بعضها ينفذ من أعلى هذا الجسر الاستثنائي الثاني عند مدخل مدينة تلمسان. أما بالنفق الأشغال انتهت في انتظار التجهيز بهذا الخط للنقل بالسكك الحديدية المزدوج المكهرب بسرعة 220 كيلومتر في الساعة، والذي ارتسمت معالمه بنسبة متقدمة جدا من وادي تليلات إلى تلمسان مرورا بسيدي بلعباس على مسافة 132 كيلومتر. في تلمسان بالنظر لهذه التضاريس وصعوبة الإنجاز يعني فيه 10 كيلومتر من المنشآت الفنية، تقريبا أكملنا كل المنشآت العادية، ونحن الآن بصدد إنجاز أو إتمام هذه المنشآت الخاصة والاستثنائية وهي الأخيرة في المشروع. الأعمدة تاعو السونكروز يعني فارغين الداخل، مستعملين فيهم نظام عمل متطور، يعني سيدي كوفراج يقولوا لهم أوتو غرامبون أكور كرو داخل لو بيتون ويلي كرو داخل، عندنا دي مور والداخل يلي كرو، وعندك لا شاربونت ميتاليك تاعو توصل الى 6 متر من العلو، وهذا الجسر قام بوضعه بطريقة الدفع نقولوا لها لو بوساج. من بين 50 جسرا بطول 16 كيلومترا انتهت الأشغال في أغلبها، فيما تتواصل بوتيرة أسرع في هذا الجسر العملاق الأطول الأعلى الأجمل والأحدث من حيث التكنولوجيات المتقدمة والمستخدمة في تركيب المنشآت وفي نظام الإشارة، عمليات تنفذها كوادر نسوية جزائرية اكتسبت خبرتها لدى الشركة الإيطالية المشرفة على الإنجاز. J'ai pris beaucoup de choses, expérience concernant la construction, les choses, les chantiers, comment ça marche, comment ça fonctionne, l'expérience à faire opérer les trajets, les systèmes de poussage et tout. Les dernières technologies sont utilisées dans ce viaduc. Et nous sommes à peu près en 90% par rapport par la réalisation, oui. عندك محطة أرصاد جوية خاصة بالجسر. اللي يعني هي ترصد لي كونديسيون ميتيرولوجيك كال ترانسمي او ترين بور ريغولي سا فيتيس دو باساج سور لو فيادوك دونك بور فوار لو ديغري دي تكنولوجي كي ايتي ميز ان بلاس دون لو كادر دو لا رياليزاسيون دو سو بروجي. إذا كانت الأموال المعتبرة المضخة في هذا المشروع ستمكن الجزائر من أول خط للنقل بالسكك الحديدية فائق السرعة منجز وفق المواصفات العالمية، فإن الذي يجب الاستعداد له ومن الآن تأهيل الكوادر التي تشتغل على تسيير هذا المشروع وعلى صيانة تجهيزاته، لأن الأمر يتعلق بمرفق استثنائي تحكمه الدقيقة والثانية. رابح مداوي فائق الاحترافية.
أكدت وزيرة التربية الوطنية مريم الغبريت من قلم أنه تم وضع استراتيجية وطنية لتحسين مستوى تعليم اللغة العربية في الجزائر ستظهر نتائجها الإيجابية لدى التلاميذ قريبا. بن غبريت عينت بالمناسبة العديد من المشاريع قيد الإنجاز بالولاية. سعيد بلونيس. أشرفت السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية على فعاليات الندوة الجهوية لولاية الشرق حول موضوع التكوين والتسيير في القطاع، والتي تهدف فيما تهدف إليه عصرنة القطاع والرفع من الكفاءة البيداغوجية والقدرات التسييرية لهيئة التدريس وموظفيه. هذا التكوين غادي يمر بطريقتين، طريقة يعني بريزونسيال وكذلك التكوين على البعد. Nous avons essayé de combiner pour rationaliser les moyens financiers à notre disposition. حاولنا باش نعطيو صبغة للتكوين الجانب كذلك تكوين عن بعد، معتمدين على الأرضية الرقمية. رحنا اليوم نكونوا مفتشين راهم 100 الآن في التكوين في العاصمة باش يتكونوا كمفتش تيتور كوم ان انسبكتور تيتور امام الاساتذه الجدد وهم تقريبهم 35,000 اللي راهم موجودين الان. هذا وكانت الزياره فرصه لمعاينه مشاريع قيد الانجاز والوقوف على الفعل التربوي باحدى ركائز المنظومه التربويه بجميع اطوارها بمدرسه ابتدائيه. والى التتويج والعرفان والتكريم. فبمناسبة يوم الشرطة العربية أشرف المدير العام للأمن الوطني لواء عبد الغني هامل أشرف على مراسم تقليد الرتب والتي شملت عمداء أوائل وعمداء ومحافظي الشرطة وملازمين أوائل ومفتشين رئيسيين ومفتشين. وبالمناسبة تم تكريم عدد من متقاعدي الشرطة وضحايا الواجب الوطني. إن هذه الترقية ويشاطرنا الجميع هي ثمرة عطاء وتفان من مسّتهم وبدرجة أكبر محصلة رضا واستحسان القيادة الرشيدة عرفانا وتقديرا لما أنفذوه بحزم وجدية من مأموريات وخدمات أمنية على أكمل وجه، ما كانت لتكلل سوى بنتائج جد مرضية توافقت مع المنشود والمأمول من وراء إعمال وتشغيل صاحبته العصرنة والتكوين المتواصل لكافة المقومات البشرية لأمن ولاية الجزائر. تحية عرفان للمنتسبين للأمن الوطني. وبالحديث عن الجهود الميدانية لأفراد الأمن الوطني، ففي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمقاطعة الوسط من تفكيك عصابة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار بالمخدرات من نوع الهيروين. تمكنت من تفكيك عصابة دولية إجرامية منظمة تنشط في استيراد المخدرات من نوع الهيروين والاتجار فيها انطلاقا من بلد نيجيريا مرورا ببلد النيجر نحو الجزائر. يمتد نشاطها عبر مدينة تمن راس أدرار غردايا وهران تلمسان وجزائر العاصمة، حيث تم إيقاف 9 أشخاص من بينهم 7 رعايا أفارقة وشخصين من جنسية جزائرية مع 1900 غرام من المخدرات من نوع الهيروين، مبلغ مالي قدره 42,000 دينار جزائري، مبلغ 18,310 ليرة نيجيرية، 18 هاتف محمول، مركبة سياحية ومختلف وثائق السفر وإثبات الهوية. اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي التخريب الذي طال تمثال عين الفوار بسطيف سلوكا هستيريا متهورا، وصفا التمثال بالتحفة الفنية المعروفة. وأوضح ميهوبي في بيان لوزارة الثقافة أوضح أنه اتفق مع والي سطيف على مباشرة التكفل السريع بترميم الأجزاء المتضررة لهذه التحفة. ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية تم تحديد الشخص الذي قام بالتخريب، ويتعلق الأمر بمختل عقليا يبلغ من العمر 34 سنة. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش بكل من تمن راست
وبرج باجي مختار 9 مهربين، فيما تم ضبط أو ضبط عناصر الدرك الوطني قرابة 6 كيلوغرامات من الكيف المعالج بتلمسان وغليزان ومواد مهربة بالوادي. ومن جهة أخرى تم توقيف 11 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ونعامة وأضرار وورقلة. افتتح اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الملتقى الوطني 19 للقرآن الكريم بولاية عنابة، حيث يسلط المشاركون الضوء على إشكالية التربية الروحية في القرآن الكريم. المزيد مع نور الدين بن عبسة. تفيأ الحضور ظلال القرآن الكريم في محفل الأسبوع الوطني 19 له بعنابة. وزير الشؤون الدينية والأوقاف تحدث عن الطفرة المادية لهذا العصر وما ولدته من أنانية وشجع وعداوة، وطمست سلوكات حميدة كالتضامن والقناعة والمحبة. وإني أهيب من خلالكم بكل مؤسسات المجتمع وخصوصاً المؤسسات التربية، وخصوصا المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات صناعة الوعي، وأن تمد يدها إلى مؤسسات التربية الروحية العريقة الأصيلة، ليسهم كل بسهمه من زاوية تخصصه وحكم وظيفته وموقع مسؤوليته، يحدونا جميعا رسالة مشتركة وهدف واحد، هو المواصلة في تكوين المواطن الصالح الوسطي المعتدل. الملتقى كرم فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظير رعايته لكتاب الله، فضلا عن تكريم وجوه خدمت الدين والوطن، كما أعطى محمد عيسى إشارة انطلاق القافلة التضامنية مع الأسر المعوزة دعما لهم في هذا الشتاء. صدق اليوم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية للثالث والعشرين نوفمبر الماضي، وهذا قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال لدى إشرافه على افتتاح مجلس الهيئة في دورة غير عادية، أكد أن تدخلات الهيئة العليا على مستوى الوطن كان لها الأثر البالغ في المساهمة الجادة والحكيمة والفورية في التصدي لمعالجة كثير من الحالات، الأمر الذي سمح باستكمال مراحل العمليات الانتخابية بانسيابية وهدوء. إن متابعة العملية الانتخابية بكل جوانبها وبكل مراحلها، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تستدعي رقابة دقيقة ومتابعة ميدانية حصيفة، الأمر الذي جعلنا نقف على كثير من الحالات والوقائع بالدراسة والتحليل والتصويب والتنبيه، والذي ما زال في نظرنا يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل والتحسين والمعالجة، كما أن ركاما هائلا من الذهنيات والقناعات لا بد من أن يراجع حتى يواكب الأهداف السامية للإصلاحات السياسية والقانونية التي أرادها المؤسس الدستوري، والتي تترجم العزيمة الصادقة للإرادة السياسية المتبصرة للإصلاحات الدستورية العميقة التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية في 2016. وقد كشفت التجربة التي خضناها خلال هذه السنة أن عملا كبيرا ما زال ينتظر الشركاء جميعا من أجل دفع المسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل. حزبيا وفي ندوة صحفية، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن النتائج الأخيرة للانتخابات المحلية والولائية عكست شعبية الحزب ومنحته الريادة في المشهد السياسي. ولد عباس وصف علاقة الأفلان بالأرندي بالعادية ولا يمكن أن تتغير، لأنها تصب في اتجاه واحد وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
والعباس أوضح أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات بخصوص اللغة الأمازيغية هي سلمية، وأن الدستور كفل ذلك ورسم اللغة الأمازيغية. وعلى صعيد الدولي وصف ولد عباس قرار ترامب بغير المسؤول. إذا تكلمنا عن المجلس الشعبية الولائية، 48 مجلس شعبي ولائي، وصلنا ل 655 بلدية، مازال بلديات اللي راها اتصال معنا يلتحقوا بجبهة تحرير الوطن. عدد المقاعد فيما يتعلق بالبلديات، عدد الأصوات 2,800,000، زيادة 560,000 بالمقارنة مع 2012. المجالس الشعبية الولائية نفس الشيء، 2,165,000، زيادة 400,000 بالمقارنة مع 2012. دوليا استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي، هذا بعد موافقة جميع الدول 14 الأعضاء في المجلس على مشروع القرار. هذا وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التوجه بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ردا على قرار ترامب. ميدانيا، شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية على القطاع، كما تم اعتقال 19 فلسطيني في الضفة الغربية، فيما شهد الأقصى المبارك اقتحامات متجددة من قبل المستوطنين. في أخبار الرياضة، عاد أعضاء الفريق الوطني للذاكرة المشارك في البطولة العالمية للذاكرة بالصين بعد أن افتك المرتبة الثالثة بعد البلد المنظم الصين وجمهورية منغوليا. ويذكر أن النخبة الوطنية تعد الفريق العربي والإفريقي الوحيد، حيث رفع أعضاء هذا الفريق التحدي لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في أكبر تحدي عالمي للذاكرة. أكيد فرحة كبيرة أنه شرفنا الجزائر وشعب الجزائري، والحمد لله هذه المرتبة الثالثة جاءت بعد جهود وتدريبات مكثفة، بطولة تجريبية عديدة، الحمد لله. الحمد لله يا ربي، لي شرف أني كنت جزء من هذا الفريق الذي رفع راية الجزائر في أكبر محفل عالمي في الذاكرة وفي مجال هو من الأحسن في العالم. هذا فخر لي ولكل الفريق، والحمد لله يا ربي أني كنت جزء من هذا الفريق. قبل أن نذكر بالعناوين، نتوقف عند هذه المحطة الفنية، حيث استضاف اليوم منتدى المجاهد، استضاف محافظ المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة عيسى رحماوي المهرجان في طبعته 12، ستحتضنه أوبرا بوعلام بالسيح من 20 إلى 25 من الجاري، إذ يعرف مشاركة فرق جزائرية وأجنبية من 12 دولة، ورفقه معرض للصناعة التقليدية الجزائرية. إلى العناوين. رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يسدي وسام مصف الاستحقاق الوطني للفنان المصري الراحل محمد فوزي ملحن النشيد الوطني. مساهل يجدد التأكيد من تونس على موقف الجزائر الداعم للحوار السياسي الليبي، ودول الجوار تتفق على عقد الاجتماع القادم بالجزائر. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد من تندوف مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الصارم لبرامج التحضير القتالي. وزير العدل يعلن إصدار 226 أمرا بالقبض الدولي تخص أشخاص متهمين بالالتحاق بالجماعة الإرهابية في مناطق النزاع. الندوة الوطنية للمقاولاتية تفتح أفاقا واسعة للتشغيل والتكوين، وبرامج لدعم المنتج الوطني في معرض مواد البناء.
خدمة هامة ومزايا يوفرها القمر الاصطناعي الجزائري الكومسات واحد. وكما تابعتم في النشرة، مشروع خط السكة الحديدية السريع واد إلى تلمسان ونموذج العصرنة والحداثة. تقبلوا خالص تحيات فريق الأخبار، إلى اللقاء.